اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بأمريكا الشمالية بتطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا ببلدان المنطقة والتدابير المتخذة للحد من انتشارها. فبالولايات المتحدة كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن اثنين من كبار مسؤولي الصحة في الحكومة الفيدرالية رسما أمس الثلاثاء صورة قاتمة للأشهر القادمة، وحذر لجنة في مجلس الشيوخ من أن جائحة فيروس كورونا لم يتم احتواؤها بعد، وذلك بعد يوم واحد فقط من إدلاء الرئيس ترامب بتصريحات متفائلة تشير إلى أن البلاد تصدت للوباء. وفي كندا اهتمت لودوفوار بالدعوة الملحة التي وجهتها حكومة كيبك للسكان لارتداء كمامات واقية عندما لا يستطيعون احترام التدابير التباعد الاجتماعي. وفي موضوع آخر اهتمت لابريس بترخيص وزارة الصحة الكندية لأول اختبار تجريبي للقاح مضاد لفيروس كورونا بالبلاد. وفي المكسيك أفادت إل سول دي بويبلا أن 23 شخصا على الأقل توفوا في ولاية بويبلا وسط المكسيك بسبب التسمم بعد احتسائهم مشروبا كحوليا. ومن جهتها توقفت أنيمال بوليتيكو عند تداعية الأزمة الصحية على سوق العمل بالبلاد، مؤكدة فقدان أزيد من 500,000 منصب الشغل خلال شهر أبريل الماضي. أما ببنما فقد توقفت صحيفة لابرينسيا عند موافقة مجلس الوزراء على قرض من مؤسسة تنمية الأنديز بقيمة 350 مليون دولار لدعم جهود البلاد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.